ارتأينا أن نقوم بتنظيم مداهمة مشتركة مع أمن وطني الجمارك الجزائرية من أجل تأمين مواطنين الممتلكات تحت. السلام عليكم. إذا بهذه المناسبة اليوم هي مناسبة نهاية السنة. إذا بتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وهذا بالتواجد الميداني وفرض السيطرة في الميدان. القيادة وهو صونا للحماية. عندك لنسطة ديك بطينا اسمح لي برك دقيقه برك صحيح. بمناسبة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2023 المتزامنة مع العطلة الشتوية التي تشهد فيها حركة كبيرة وتنقل المواطنين، سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة جملة من الإجراءات والتدابير من أجل محاربة ظاهرة الاتجار الغير شرعي بالمشروبات الكحولية والألعاب النارية والإجرام بمختلف أشكاله، حيث تم وضع مخطط أمني وقائي على مستوى كامل شبكات الطرقات الواقعة ضمن اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة بهدف تأمين وحماية المواطن وممتلكاته، وهذا بتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، أين تم نشر دوريات ثابتة ومتحركة ليلية ونهارية باستعمال الأفواج السينوتقنية مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش الغرض منها تأمين المواطن على مستوى الأماكن العمومية وكذا محاور الطرقات الرئيسية والثانوية وتسهيل حركة المرور وتقديم يد المساعدة لمستعملي الطريق، بالإضافة إلى تفعيل برنامج الحملة التحسيسية الوطنية المنظمة من طرف قيادة الدرك الوطني للتقليل من حوادث المرور أثناء التقلبات الجوية بهدف ضمان سيولة مرورية وتجنب تسجيل حوادث المرور بهذه المناسبة.
ومن أجل محاربة مختلف أشكال الجرائم تم بتاريخ اليوم تنفيذ عمليات مداهمة مشتركة مع مصالح الأمن الوطني ومفتشية أقسام الجمارك بولاية البويرة لمختلف أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة على مستوى كامل إقليم الولاية، حيث أسفرت العملية عن تعريف 1060 شخص، 660 مركبة، وتوقيف 5 أشخاص، وحجز 326 مشروب من المشروبات الكحولية، 840 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، يتم تقديم الموقوفين لدى الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. في إطار تنسيق والتعاون بين مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني وجهاز الجمارك الجزائرية، تم القيام بعملية مداهمة واسعة النطاق شملت القطاع الحضري والشبه الحضري للمدينة تزامنا مع حلول السنة الميلادية الجديدة. العمليات الشرطية تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات باستهداف الأماكن المشبوهة وأوكار الجريمة، أين تم تنقيط العديد من الأشخاص والمركبات مع نصب نقاط مراقبة على مستوى المحاور لتسهيل حركة المرور، والقيام بعمليات تحسيسية للسلامة المرورية والوقاية من حوادث المرور. تم خلال هذه العملية تنقيط وتحويل مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم مع حجز كمية من المخدرات وتوقيف أشخاص محل بحث، بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع وكمية معتبرة من المؤثرات العقلية.